أنا بكار ياسين، ساكن في آسفي، حي القليعة، درب قميح، زيد 1986 أخويا، وما عندي لا خدمة لا صنعة لا تا شي حاجة، وفات مني أخويا شتو الحالة كي دايرة، ولكن ما فات مني جاتني واحد الظروف بعت فيها المخدرات وداكشي وتعطيت للسجن. على السبب هادشي هذا كيما كتشوفو بدنا ونتانا دارنا وما مكراش فهمتيني، وضربت العقوبات ديولو. ملي خرجت في هاد 2020 تهموني بواحد الباطل، ضربت فيها خويا عامين، عطاوني 4 سنين ضربت فيها عامين. ملي تأكدوا من الحقيقة نقصوا لي عامين من هاديك 4 سنين ديال السجن. خرجت معقد اخويا، خرجت من هاديك هي الخرجة ديالي، خرجت تحت مريض، مبقيتش قديت نصبر حتى شي حاجة. تقريبا ضارب شي مقرضة، ضارب شي 13 وشي حاجة يمكن، ولا قول واصلة هي 14. والضغط والعذاب وداك الشي بقيت تأثرت، أثر عليا هذاك السجن، الظروف اللي كان نعيشو فيها هنايا قاصحة بزاف. ولا إله إلا الله أخويا، لا إله إلا الله، مني مرضت أخويا راه ما لقيت لا حنين لا رحيم سوى الله سبحانه وتعالى، والميمه وهاد البوبري راه مكافحين معايا باش معط الله وصافي. اخويا عندي السرطان وعندي الكلاوي وعندي النبوله، كلاوي مشاو ليا تما حيتاش الطب هما اللي قال لي، الطبيب واحد الطبيب هو اللي قال لي هادشي، كنت دوزت عنده هو يقول لي هادشي، قال لي راه كلاوي عندك راه مات. لا مازال ما بديتش السرطان كيخرج لي شي بعض المرات، كي تقبل لي حشاك حجري كيخرج لي شي اعراض فهمتيني اخويا، تقبل لي شي ثلاثه المرات تقبل لي، وكيعذبني كيدخل البارد كيتكون ثاني الميكروب كيكثر وكيتزاد عليا الحال، ما كنبقاش نقد نزيد لا ناكل لا نعاس والو، الراحه حتى هي ما بقيتش قديت نجلس بحالي بحال الناس. معذب اخويا، والبكيان كنبكي بزاف، الفقصة كنتفقص بزاف مني كنشوف اخويا في هاد الظروف اللي عايشين فيها، ولا حنين ولا رحيم ولا اله الا الله. اخويا كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يكون خير ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى، ولا كان شي حبيب ولا شي محسن ويتعاون معنا لله في سبيل الله راه مرحبا. تجربة اخويا دازت عندي صعيبة بزاف، قاصحه بزاف في السجن، نيت اخويا ما حزوزي انا ما كنهضرش مع بنادم، ما كنكثرش مع بنادم الهضره، وما كنجمعش مع بنادم بزاف، غير راسي كنتعزل. ملي كنتعزل كنبقى نفكر بزاف ونخمم بزاف، وديما معصب، وديما انا ماشي هو هذاك، ديما معصب فما كنفيق كنتعصب، ديما كنعاني بزاف اخويا. هاد الظروف اللي كنعيش فيها انايا وما عندنا لا ضو لا ما لا والو، ومقهورين، داكشي علاش خلاني انا تعاطيت هاد المخدرات نبيعهم وزوجت هاديك السجن وتكرفصت، هذا هو السبب الرئيسي هو اللي خلاني نتاجر لهاديك المخدرات باش نبيعهم باش تانا نصرف تانا شويه ونولي تانا راجل. ولا اله الا الله، في التالي راه نتيجة تعذبت وتكرفصت ومرضت، اللهم لك الحمد. من التجربه ديالي اخويا انا كنوصل ليهم واحد يبعدوا من السرقات ويبعدوا من المخدرات ويبعدوا من المشاكل، واللي صاب يحمد الله، اللي عنده صحيحته الله يخليها ليه يحمد الله ويشكره. وكنتمنى يبعدوا الشباب من الحبس، هادشي اللي كنتمنى ليهم، يا رب تبعدهم من هاد الطريق هادي. انا بغيت نداوى ونرجع لصحيحتي بخير وعلى خير، ونوقف على رجيلاتي تانا كما الاول، ونفرح تانا ميمتي وبا، هادشي اللي كاين اخويا، هادشي اللي كنطلب، وراه ربي راه عالم اخويا، بغيت انا نوقف على رجيلاتي تاني، ما طالب حتى شي حاجه، اللهم لك الحمد، ربي راه كبير. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه.